السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الدارتونيون في مقطع جديد على قناتكم. بينما كنت أتجول في زوايا الإنترنت وأشاهد بعض الفيديوهات لبعض القنوات الرائعة، حتى أني لا أتذكر ماذا كنت أشاهد لأن عقلي لم يكن حاضرا معي وكان مشغول بالبحث عن فكرة جديدة، لأنه أصبح في هذا الوقت من الصعب إيجاد فكرة جديدة رائعة مميزة ومدهشة. فكلما تخطر على بالي فكرة وأكتبها في مكان البحث أجد أن أكثر من شخص قد قام بها، كأن العقول تتشابه يا إلهي. عندها يصيبك الإحباط، وهذا ما يجعلني أتبع عليكم في صنع الفيديوهات، ولو كان الأمر بيدي لكان هناك مقاطع يومية. المهم أنه ظهرت لدي فكرة جديدة في عقلي الصغير، وهي بعنوان شخصيات حقيقية تظهر في مسلسلات كرتونية. وقبل أن نبدأ في الفيديو، إذا كنت جديدا معنا اضغط ذلك الزر الأحمر أسفل الفيديو وفعل زر التنبيه لتكون أول من يشاهد الفيديوهات وتتوصل بكل ما هو جديد، ولا تنسى وضع اللايك تشجيعا لنا للمواصلة. ولنبدأ. أولا، لدينا سوزي من عالم غامبول المدهش، وهي شخصية حقيقية بشرية. يظهر لنا جزء من جسمها وهو رأس امرأة مقلوب مع وضع عيون مضحكة على ذقنها، وهي شخصية ثانوية في المسلسل. لديها عادة غذائية سيئة جدا، حتى أنها تبصق الكاكاو الساخن. Oh my God. ولديها ضحكة مزعجة أيضا، وينظر إليها الجميع على أنها غريبة جدا. ثانيا، باتشي القرصان، وهو القرصان الذي يظهر في كثير من عروض سبونج بوب سكوير بانس والأحداث الكبرى باسم المضيف، وهو رئيس نادي سبونج بوب. يقيم في منزل صغير بكاليفورنيا، غرفته ممتلئة بكل ما يخص سبونج بوب من صور دمى وحتى الألعاب، ولديه ذلك الببغاء الأخضر الذي يزعجه طوال الوقت. وكما ترون فهو شخصية حقيقية وظهرت في هذا المسلسل الكرتوني بالفعل. ثالثا، الوجه المضحك، وهو شخصية حقيقية ظهرت في حلقة من حلقات كرتون العم جدو، حيث يقوم بأشياء غريبة تجعلهم يضحكون حتى الجنون. لديه شعر مارسيلو ونظارة المحقق كونان وشارب معتز وأسنان أنا شخصيا أراه سخيفا ولا يضحك، بل يضيع وقت الثمين. لا أدري لماذا هذا العم وأصحابه يضحكون هكذا. رابعا، مغامرات جاكي شان على قناة NBC3. بالرغم من أن المسلسل كرتوني، إلا أنه أظهر شخصية جاكي الحقيقية كما ترون هنا. تحكي القصة أن هناك في الماضي القديم وحوش قوية لم يستطيع أحد أن يهزمها، ولكن تمكن 8 أشخاص من القضاء عليهم وحبسهم في صندوق. والآن في الحاضر ظهر شيندو ويريد الحصول على الرموز لكي يتحرر من سجنه ويحرر الأشرار. فهناك الكثير من المغامرات الشيقة في هذا المسلسل. خامسا وأخيرا، باترفلاي من كرتون عالم غامبول المدهش، وهو رجل على شكل فراشة مضحكة. أقصد أن الوجه بشري والجسم عبارة عن فراشة بألوان قوس قزح. في هذه الحلقة تقوم ميسيميان بإعطاء الطلاب درس حول اليرقة التي تنمو وتصبح فراشة خطيرة، لكنهم حرروها بعد الدرس وخرجت ودمرت المدينة بأكملها. ولقد وصلنا أصدقائي لنهاية هذه الحلقة، أجو أنها نالت إعجابكم. إذا كنت قد وصلت إلى هنا فلا تنسى وضع اللايك حتى نقوم بعمل الكثير من الفيديوهات، وفعلوا يا أصدقائي جرس التنبيه لأن الكثير منكم لا تصلهم الإشعارات وهذه مشكلة. كان هذا كل شيء، مع السلامة.